في كل ذلك العصر منذ زمان رسول الله إلى نهاية الغيبة الأولى ليس هناك من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه. أئمتنا أصلوا الأصول، ولكن لا علاقة لأصولهم بهذا الذي يقال له أصول الفقه. أئمتنا أصلوا الأصول وقالوا لنا من أن الأصول علينا على الأئمة، ومن أن التفريع عليكم، فنحن لا نؤصل الأصول، نحن نفرع على الأصول ونتلقى الأصول من أئمتنا. هذا هو دين العترة الطاهرة وانتهينا. أما هذا الهراء الذي يتحدث به بعض مراجع الشيعة من أن أصحاب الأئمة ألفوا في علم الأصول، نحن نسألهم: رأيتم هذه الكتب؟ لم يرها أحد. إذن كيف حكمتم بهذا الحكم؟ جاءت معلومات في الكتب التي سردت لنا أسماء المصنفات، هناك بعض العناوين هم يقولون هذه العناوين تشير إلى علم أصول الفقه. العناوين التي يشيرون إليها مشتركة بين أصول الفقه وغيره، هذه الكتب لم يرها أحد.